من وين انت؟ شو عم تعمل هون؟ تحت القصف. في قصف عندكم بضمير؟ مين يقصفكم؟ ما خلو شيء. انت بتعرف هسا وين انت هسا قاعد؟ وين؟ بالخيمة. هاي الخيمة بتنام فيها؟ قد كم يوم صار لك بتنام بالخيمة؟ هذا 10 أيام. شو عم تستنوا بالخيمة؟ ليش دا عم بتناموا بالخيمة قاعدين؟ ما عم بفوتكمش على الأردن؟ صار لك 10 أيام بالخيمة بتنام ما عم بفوتكم مش على الأردن. بتعرف إنه إحنا هسا عم بدرعة بنصيب مع الحدود بالأردن. طيب صلى على سيدنا محمد. أنت لحالك هون ولا في معك حدا؟ مين معك؟ أمك وأخوتك. وكلكم صار لكم 10 أيام بتناموا بالخيمة. أخوتك كم واحد إلك؟ أربعة. أربعة. أصغر منك ولا أكبر منك؟ اثنين صغار وأنا أكبر واحد. هذاك الصغير. أكبر واحد وهذا الصغير. هذا الصغير. هذا الصغير شاري وذاك أكبر واحد وهذا وهذا وهذا. كلكم جايين من الضمير عشان تطلعوا على الأردن؟ إيه. طيب ليش ما فتوا على الأردن أختي؟ ما خلونا نفوت. صار كم يوم صار لكم هون؟ 10 أيام. 10 أيام. وبتناموا بالخيمة كلكم؟ بننام بالخيمة تحت القارص والليب والسياق. ما حدينا هذا شو اسمه كيجورة الفنية. والله ذبحنا هذا السياق اللي هو كيجورة الفنية. هيك القارص. أنت عارفة وين هسا قاعدة؟ نصيب. نصيب. إيه. نصيب. كل يوم عم بتروحوا على الشيك على الحدود وبرجعوا؟ كل يوم عم يرجعونا ويرجعونا كل يوم. ما عم يخلونا نقطع كده. طيب الطفل هذا عم بيجي حليب عم بيجي حفاضات؟ لا حليب ولا حفاضات. بالمصاري تقوم بيزلم يعطاني المصاري روح الدوات المحلات التجارية ما لقيت. هسا يعني على مستوى حتى على مستوى الإغاثة الوضع صعب. حتى ايه لما تطلب خبز امبارح والله العظيم جبتها 100 ليرة اقسم بالله العظيم 100 ليرة. لا حول ولا قوة. وش هذه يعني حقه؟ ربط الخبز ب 100 ليرة. ربط الخبز هاي هي جبتها هاي هاي الناس هذول 100 عم ما في. طبعا احنا بنحكي للائتلاف وللمجلس وللرابطه ولاي شخص موجود برا انه يطلوا علينا هون في بلده نصيب. بلده نصيب فيها لاجئين وضيوف وفيها وافدين عالقين صار لهم اكثر من 25 يوم. هاي عائله موجوده معنا صار لها عالقه اكثر من 10 ايام. الوضع الانساني كثير صعب. خيام ما في، بيوت ما في، إغاثة ما في، حتى على مستوى حليب الأطفال وحفاضات بالمصاري كمان ما في. وعم ياخذونا ويرجعونا ما عم يخلونا نفوت. طيب الأردن ليش ما عم بيرجعوا؟ ليش ما عم يفوتوكم قاعدين؟ ما عم يفوتونا. في سبب حكوا لكم شرحوا لكم شو الأسباب؟ ما شرحوا لنا شيء، عم بيرجعونا. عم طبعا عم بيشوفوكم أنتم عوائل وأطفال وكذا. وعم بيرجعونا. وعم بيرجعوكم. برغم هالشيء هذا عم بيرجعونا. عم بيرجعونا. بس ما تقرب للرجال بقول عودي 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 عودي. دعي لورا الله يكون لورا. درعا بلدة نصيب 27/5/2015.